الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ اليوم تعليقا مختصرا على حائية الإمام أبي بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 16 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحائية عدد أبياتها 33 بيتا، وهي مما احتفى به أهل العلم سلفا وخلفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام العلامة الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى في منظومته الإلهية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ رحمه الله تعالى منظومته بذكر منهج الاستلقاء والاستدلال والتلقي لقارئ منظومته، وهو منهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو التمسك بكتاب الله والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر رحمه الله تعالى بالتمسك بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما الحق الذي لا يرد عليه باطل، فأمره رحمه الله تعالى بالتمسك بهما لما فيهما من الحق وخلوهما من الباطل. قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والهداية لا تأتي إلا من طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الهداية فهي موقوفة على الوحي، كما قال الله عز وجل: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالله تبارك وتعالى أمر باتباع الوحي، وجعل الهداية منوطة بهذا الوحي، فمن أراد سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى فإنه لا يصل إليه إلا عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية طريقها طريق الوحي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبل الله هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فللمتقدمين من سلف هذه الأمة كلام طويل في حبل الله عز وجل في تفسير قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الأقوال مجموعها أن المراد بحبل الله عز وجل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. فحبل الله عز وجل هو كلام الله تبارك وتعالى، والأمر باتباع الكتاب والسنة أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه
قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نهى وحذر رحمه الله تعالى عن البدعة، ثم ذكر ثمرة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدعة، ثم ذكر ثمرة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدعة في قوله: لعلك تفلح. والفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، ولا يكون الفلاح إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والابتعاد عن البدع. ومن ولغ في البدع ودخل فيها فإنه لا يفلح أبدا، فما أبعد الفلاح عمن ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وجرى في طريق البدع وطريق أهلها. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. ولعل هنا في قوله الإمام أبي بكر رحمه الله تعالى لعلك تفلح ليست للترجي بل للتأكيد، لأن من اعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففلاحه متحقق وفلاحه متأكد. والبدع قد حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر من أهلها، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا تحذير شديد وزجر أكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع وأهلها، وحذر صلى الله عليه وآله وسلم كذلك عن أهل البدع في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. واشتد تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع وأهلها لخطر البدع، والبدعة لازمها أمران خطيران، أحدهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كاتما للحق. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحق ثم كتمه عليه الصلاة والسلام، لأن المبتدع يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلازم ذلك أن يكون هذا الذي لم يقله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي عنه ولم يرد ولم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد علمه عليه الصلاة والسلام ثم كتمه. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كاتما لشيء من دين الله تبارك وتعالى، بل بلغ صلى الله عليه وآله وسلم دين الله عز وجل كله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الأمر الآخر
الملازم للبدعة من الأمور الخطيرة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بالحق. هذا الحق الذي علمه المبتدع جهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهل شيئا من دين الله تبارك وتعالى. ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم به عليه الصلاة والسلام. فلازم البدعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما علم فكتم، وإما جهل فلم يعلم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك اشتد نكير السلف عن البدع وأهلها. قال أنس رضي الله عنه: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا فيه زجر شديد من البدع وأهلها، أن الله عز وجل لا يتوب عليهم ويحجب عنهم التوبة لما لهم من الجرم الكبير والجرم الشديد في دين الله تبارك وتعالى. لذلك لا يقبل الله عز وجل أعمال المبتدع، لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله الذي ابتدعه حتى ولو كان فيه مخلصا لله تبارك وتعالى. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال رحمه الله تعالى: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دين أي أقم دينك على الكتاب والسنة، والسنن جمع سنة، والمراد بالسنة هنا الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث المروية التي يعمل بها هي الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد للمسلم في الأحاديث التي يتعبد الله تبارك وتعالى أن يعرف صحتها، حتى لا ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يقله، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تنجو وتربح. ذكر رحمه الله تعالى ثمرة أن يدين العبد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: تنجو وتربح. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع من أي شيء ينجو حتى تعم النجاة من كل شرور الدنيا والآخرة. فالمتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينجو من الشرور كلها، ينجو من شرور الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يحميه من شرورها، وينجو من أهوال يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى ينجي من تمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الأهوال. ثم قال: وتربح. الربح هنا هو ما زاد على النجاة، وهذه الأرباح الزائدة على نجاة العبد تكون بحسب قوة تمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فالله تبارك وتعالى ينجي من دان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء.
هو أفصح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن خلق قرأه فإن كلام الله باللفظ يوضح. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لذكر مسألة كلام الله تبارك وتعالى، وأهل العلم يقدمون مسألة الكلام في مصنفات الاعتقاد لأمرين اثنين، أحدهما لكثرة الأدلة الدالة على هذه المسألة، فإن أصول مسائل الاعتقاد التي كثرت عليها الأدلة ثلاثة: مسألة كلام الله تبارك وتعالى، ومسألة علو الله عز وجل، ومسألة رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. فهذه المسائل الثلاث بلغت الأدلة الدالة عليها مبلغا عظيما، لذلك هذا وجه تقديم أهل العلم لهذه المسائل على غيرها. والأمر الآخر في تقديم مسألة كلام الله تبارك وتعالى أن الضلال في هذه المسألة قد يوقع الإنسان في الزلل والخطل، بل قد يخرجه من دين الله تبارك وتعالى، كما سيأتي في التعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى. فإن من ضل في باب كلام الله تبارك وتعالى ونفى أن يكون القرآن كلام الله عز وجل وأنه مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى فإنه يكفر بالله والعياذ بالله. وأيضا مناسبة أخرى لذكر هذه المسألة، ألا وهي أن المصنف رحمه الله تعالى أمر بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدين العبد بهما، فناسب أن يتكلم عن كتاب الله عز وجل وما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة لهم عقيدة في كلام الله تبارك وتعالى سطرت في مصنفاتهم وكتبت في مؤلفاتهم، وهذه العقيدة قد تتلخص في أمور: أولا أنهم يعتقدون أن ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه على ظاهره من أن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا لا يماثل كلام المخلوقين، ولا نعلم كيف يتكلم. فالله عز وجل يتكلم بما شاء، إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو أن كلام الله تبارك وتعالى صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أصل الوصف به، فلم يزل الله تبارك وتعالى ولا يزال متكلما، ولم يكن يوما سبحانه وتعالى حاشاه غير متكلم. فبالنسبة لأصل الكلام فالكلام صفة ذاتية، وبالنسبة لآحاد الكلام فالكلام صفة فعلية، تكلم الله عز وجل مع موسى ومع محمد صلى الله عليه وسلم، ويتكلم مع جبريل إذا أراد أن يوحي بالوحي، وهذا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ثالثا كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت، فالله عز وجل يتكلم بحرف ويتكلم بصوت. أما كونه بحرف فقد صح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة،
والحسنة بعشر أمثالها. والحديث عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. وكون كلام الله تبارك وتعالى بصوت فقد ثبت عند البخاري وأحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينادي الله يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. لماذا نقول أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك عن الله تبارك وتعالى. ولا أعلم من الله تبارك وتعالى ولا أعلم بالله من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، كلام الله عز وجل ينقسم إلى كلام شرعي وكلام قدري. أما كلامه الشرعي فمنه الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه كالكلام المنزل في القرآن وفي التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. أما الكلام القدري فهو الكلام الذي يخلق الله تبارك وتعالى به ويدبر به سبحانه وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خامسا، كلام الله تبارك وتعالى يعبر عنه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس تعبيرات. أولها أنه يعبر عنه بالكلام، ومن ذلك وكلم الله موسى تكليما. ثانيا، يعبر عنه بالقول، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثالثا، يعبر عنه بالحديث، ومن أصدق من الله حديثا. رابعا، يعبر عنه بالنداء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. خامسا، يعبر عنه بالمناجاة، وقربناه نجيا. والفرق بين المناداة والمناجاة أن النداء بصوت مرتفع، والمناجاة كلام بصوت منخفض. سادسا، كلام الله عز وجل غير مخلوق، فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومن قال أن كلام الله عز وجل مخلوق فقد كفر. كلام الله عز وجل صفة من صفاته، ومن قال بخلقه فهو كافر. سابعا، من كلام الله تبارك وتعالى القرآن، وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن هي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أما كون القرآن كلام الله تبارك وتعالى فقد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى القرآن كلاما له سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وفي مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا رجل يحملني إلى قومه
فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي فالقرآن كلام الله عز وجل. أما كونه غير مخلوق لأن القرآن صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة، وقد غاير الله تبارك وتعالى بين الخلق والأمر في قوله ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا وجعل الأمر شيئا مغايرا للمخلوق، ومن الأمر كلام الله تبارك وتعالى ومن الأمر كلام الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، منه بدأ وإليه يعود. وهذه الجملة جاءت في كلام السلف أنهم يقولون عن كلام الله تبارك وتعالى منه بدأ وإليه يعود، ومعنى هذه الجملة التي أطبقوا عليها منه بدأ أي أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء. ويحتمل أمرا آخر أن قوله منه بدأ من البدو أي الظهور، يعني القرآن ظهر من الله تبارك وتعالى ولم يظهر من غيره. أما كونه إليه يعود فلها معنيان كذلك، أحدهما أن القرآن يرجع إلى الله عز وجل وصفا، لأنه وصفه القائم به والآخر قيل أن معنى إليه يعود أن القرآن يعود إلى الله عز وجل في آخر الزمان، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وابن أبي شيبة أنه قال يسرى على القرآن ذات ليلة فلا يترك في المصحف ولا في قلب أحد آية إلا رفعت، فلا يترك آية في المصحف ولا في قلب رجل إلا رفعت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالقرآن يرفع في آخر الزمان، وهذا من أشراط الساعة أن القرآن يرفعه الله تبارك وتعالى فتفتح المصاحف فلا يجد الناس شيئا مكتوبا فيها بل تكون أوراقا بيضاء، ولا يجد الناس في قلوبهم شيئا من كلام الله تبارك وتعالى. ثامنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التي قرأت مذاهب المخالفين لأهل السنة والجماعة، وهي ثلاث مذاهب. قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، أو مذاهب الناس في القرآن أربعة. أولها المذهب الذي ذكرناه وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله
غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. ثم ذكر ثلاث مذاهب في القرآن. قال: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. دان أهل التقوى وصرحوا وتكلموا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. والمذهب الثاني أن القرآن مخلوق، فقوله غير مخلوق يفهم منه أن من قال القرآن مخلوق فهو مذهب ضال. المذهب الثالث هو مذهب الواقفة، قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. المذهب الرابع هو مذهب اللفظية، ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. إذا مذاهب المخالفين في القرآن ثلاثة. أولها مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، وهؤلاء كفرهم العلماء وقالوا بكفرهم وعقدت المجالس في تكفيرهم. وذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فصلا سمى فيه أكثر من 500 عالم كلهم يقررون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فقد كفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 فيه 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فالإمام اللالكائي رحمه الله تعالى ذكر 500 نفس من العلماء على القول بتكفير من قال أن القرآن مخلوق. الطائفة الثانية هم الواقفة، والواقفة كما قال الإمام أحمد شر أهل البدع، هؤلاء أرادوا أن يتوسطوا بين الحق والباطل، وقالوا: نقول القرآن كلام الله ونسكت. لذلك المصنف رحمه الله تعالى جعل هؤلاء الواقفة جهمية فقال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. لما رأى الجهمية قيامة علماء أهل السنة والجماعة عليهم وأنهم كفروهم، تحيلوا بهذه الحيلة، قالوا: نقول أن القرآن كلام الله ونسكت ولا نزيد على ذلك، لأنهم أرادوا اختراع هذا القول لتخفيف حدة الردود عليهم من أهل السنة والجماعة، وإلا فإنهم في حقيقة الأمر يرون أن القرآن مخلوق، ولا يسع أحد السكوت في هذه المسألة. ولو لم يقل أهل البدع القرآن مخلوق لوسعهم السكوت، لكن لما قيل القرآن مخلوق وجب أن لا يكون هناك وقف بعد قولنا القرآن كلام الله، بل لا بد من التنصيص على كلمة غير مخلوق، لا بد من أن ينص
على هذه الكلمة، وهذه الكلمة غير مخلوق، لم ترد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا حاجة لهذه الكلمة قديما. ولكن لما أحدث الناس هذه البدعة الكفرية وقالوا القرآن مخلوق، استحدث العلماء في الرد عليهم هذه الكلمة وقالوا غير مخلوق. ولا نقول أن القرآن والسنة لم يكفيا في الرد على أهل البدع، لكن عند نزول القرآن والسنة لم تكن تلك الكلمة موجودة، وعلمنا من نصوص الشرع ما دلت عليه هذه الكلمة من أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق. ومثل هذه الكلمة سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا قرأنا مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، فإنه قال عن الاستواء: الرحمن على العرش مستوي بذاته. نص على كلمة بذاته لما وجد من يقول الرحمن مستوي لكن بغير ذاته، فأوجدوا لهم هذه الكلمة للتنصيص على الحق الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق، من قال فيه إنه مخلوق أو محدث فقوله مروق، والوقف فيه بدعة مضلة، ومثل ذاك اللفظ عند الجلة كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية. فمن وقف ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فكلاهما عده أهل السنة والجماعة وأهل العلم من الجهمية، من الجهمية. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة اللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه الجملة جملة تحتمل حقا وباطلا، ومسائل الاعتقاد لا سيما ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته لا يصلح فيها الإتيان بالمحتملات والإجمال، بل لا بد من التبيين والتفصيل والتوضيح، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود فخبط، قد أفسد هذا الوجود فخبط الأذهان والآراء كل زمان. فلا بد من التفصيل والتمييز، لأن الإجمال دون بيان قد حصل به فساد عظيم. واللفظ مصدر يحتمل الملفوظ، وهو كلام الله تبارك وتعالى. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق احتمل أن يكون مقصوده القرآن مخلوق، ويحتمل كذلك اللفظ الذي هو المصدر التلفظ، وهو فعل العبد، فاللفظ مشترك بين الأمرين، فاللفظ مشترك بين الأمرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاللفظ يصلح مصدر هو فعلنا،
كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان، فلذاك أنكر أحمد الإطلاق فيه نفي وإثبات بلا فرقان. أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك عليهم، لأن الأمر محتمل ولا يصح نسبة التفصيل لأهل السنة والجماعة. وقد نسبت هذه المسألة التفصيل في مسألة اللفظ إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقيل هي المسألة التي حصل له بها الفتنة العظيمة، واتهم بأنه يقول لفظ يفصل في مسألة اللفظية، لكن نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد قال ذلك. وكذلك الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته للإمام البخاري نفي ذلك. فالإمام البخاري عالم من علماء السنة الكبار، وهو أجل من أن يخوض في مثل هذه المسألة. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى شديدا في هذه المسألة، وكان يقول القرآن كلام الله حيث تصرف، هو كلام الله سواء كان متلوا أو كان مقروءا أو كان مكتوبا أو أي تصرف من تصرفات القرآن، فإنه كلام الله عز وجل، سواء حفظ في الصدر أو كتب في السطر أو تلي باللسان أو سمع بالآذان، فهو كلام الله تبارك وتعالى. لذلك السلف رحمه الله تعالى كانوا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فلا بد من التفصيل والتبيين في هذه المسألة العظيمة، ولا بد من فهمها على وجهها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.